السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في وصفه جديده واقتراح جديد. وان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحه والعافيه. وصفتنا لليوم غنوجد معكم واحد الحلوه بدون مرشم، كتجي رائعه جدا وهشيشه، واهم شيء ان مكوناتها اقتصاديه وكتخرج بكميه لا باس بها. كما قلت لكم هاد الحلوه غنوجدوها بدون مرشم، غنوجدوها بالقنينه فقط. صراحه عمليه وزوينه بزاف، خصوصا النساء اللي ما كيتوفروش على المراشم، فممكن اننا نوجدوا بهذه القنينه عده اشكال ديال الحلويات. ونتمنى من كل قلبي ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وبقاو مع الفيديو حتى الاخير. خير، اذا بسم الله على بركه الله. اول حاجه غنحتاج 120 غرام ديال زبده من اصل حيواني، يعني سبيسيال ديال العبار، تكون بحراره المطبخ باش انه دغيا تمزج لينا مع بقيه المكونات. نضيف واحد الكيس ديال سكر الفانيليا، هذا الكيس كيوزن 7.5 غرام، ممكن تستعملوا فانيليا سائله اولا بودره. كاس ديال سكر حبيبات، من الاحسن استعملوا السكر للحبيبات ديالو رقاق باش ما يعذبكمش في المزج ديالو مع الزبده. ممكن انكم توضعوا هاد المكونين في الهشوار ودغيا دغيا غتخلط لكم الزبده مع السكر وما غتعذبكمش نهائيا، خصوصا الا كنتو الزبده ما خرجتوهاش من قبل في الثلاجه، فاستعملوا هاد التقنيه ديال الهشوار اللي قلت لكم. هنايا بالنسبه لكميه السكر اللي ضفت راه هي 160 غرام. ضفت هنا نصف كاس ديال الزيت، اي ما يعادل 75 غرام او 75 مللتر. غنحاول نمجزها مع بقيه المكونات تنحصلوا على واحد الخليط متجانس وكذلك على شكل بوماد. غنضيف جوج حبات ديال البيض، كذلك غنضيف كيس ديال خميره الحلويات، هذا الكيس كيوزن 8 غرام. ممكن انكم تخليوا الخميره ديالكم حتى تخلطوها مع الدقيق، واخا تضيفوها هنا في الاول صراحه ما كيمشيش ليها الجهد. بالنسبه للكيك كنخلي الخميره حتى كنخلطها مع الدقيق اولا في الاخير، باش تحافظ على داك الجهد ديالها وتعطيني واحد الكيك يعني عالي اولا منتفخ. بالنسبه للحلويات العادي ممكن اننا كنضيفها من الاول ما كيمشيش ليها الجهد، كتبقى هي هنا كما شفتوا. من بعد كي غنضيف الدقيق بطبيعه الحال كنضيفوه تدريجيا حتى كنحصلوا على القوام المطلوب. القوام كيجي شويه خفيف، وخا نقول لكم انا الكميه ديال الدقيق انا اللي ضفت، فبطبيعه الحال غتختلف الكميه المضافه على حسب الحجم البيض المستعمل والنوعيه الدقيق، حيت كاين نوعيه اللي كيشرب السوائل وكاين نوعيه لا. المهم اهم حاجه هو ان الدقيق اللي خاصكم تستعملوا ضروري يكون من نوعيه جيده ويكون خاص بالحلويات. المهم هنايا كما قلت لكم كنضيفوا الدقيق شويه بشويه وما كنعجنوش، غير كنحاولوا ندمجوا داك الدقيق في بقيه الخليط، يعني ما تحاولوش دلكو باش تحافظ ديك الحلوه على القرمشه ديالها. هنا بالنسبه للفيديو راني تعمدت انني نخليه بالسرعه الاصليه ديالو، ما سرعتوش نهائيا باش تشوفوا كيفاش كندخلوا الدقيق في العجين باش تحافظ هاد الحلوه على القرمشه ديالها وعلى الهشاشه ديالها وما تطلقش لينا نهائيا الزيت اللي فيها. بالنسبه لكميه الدقيق اللي دخلت في العجين تقريبا 4 الكؤوس ممسوحه، الكؤوس ديال العنبه، اي في المجموع تقريبا 400 غرام حتى 440 غرام، ولكن ممكن تستعملوا اقل او لا اكثر دائما على حسب داك يعني المعايير اللي قلت لكم. هنا بالنسبه لليد الاخرى اللي ما كنعجش بها كنمس العجين، كيبان لكم بان العجينه راه مازال مرخوفه لكن ما كتلتصقش باليدين. بالنسبه لاستيوش اللي غنستعمل معكم في هذا الفيديو هو غناخذ واحد القنينه ديال الماء او لاي قنينه اخرى ديال البلاستيك، من الاحسن تكون بلاستيك البنات باش نتحكموا فيها. غنرسم فيها واحد النجمه على هذا الشكل، وغناخذ واحد السكين قاطع او لا ممكن انكم تاخذوا سكين عادي وتسخنوه فوق النار، ومن بعد غتقطعوه على اي شكل بغيتوا البنات ماشي بالضروره هذا. وغندخلوا العجينه ديالنا في وسط القنينه على هذا الشكل، طريقه عمليه وزوينه بزاف والنتيجه غتصدموا فيها في الاخير، حيت صراحه بلا مرشم فممكن اننا بمكونات او عفوا بحاجات غير في المنزل نشكلوا ونوجدوا الحلوه ديالنا للعيد او للكوتي او للوليدات بأدنى مجهود. هنا وريتكم واحد جزء باش تشوفوا كيفاش كتجي. غناخذ هنايا واحد الصينيه ديال الفرن اللي فرش فيها ورق الطبخ على هذا الشكل،
ممكن تدهنوها غير بشويه ديال الزيت، راه ما غتلتصقش نهائيا. هنايا كنبدا نشكل خطوط على هذا الشكل، خطوط متموجه، كيجي الشكل ديالهم زوين بزاف. غنحاول نقرب الكاميرا باش يبان لكم الشكل اكثر. بالنسبه للفران البنات فضروري نكون سخناه قبل على درجه 180 دوغري سيلسيوس الا كان ديال الكهرباء، ولا كان ديال الغاز على اقل درجه ممكنه، وخليه حتى يسخن مزيان. وغندخلوا الحلوه ديالنا وغنطيبوها بحال الصابلي بحال كاع الحلويات. نطفيو النار من الفوق وغنخليو النار من الاسفل فقط حتى كطيب الحلوه ديالنا من الاسفل عاد غنطفيو الاسفل ونشعلو الفوق ونخليوها تاخذ واحد اللون ذهبي، ما تخليوهاش تحمر بزاف باش كتجي زوينه بزاف وهشيشه. المهم كنستمر البنات في التشكيل، وهنا كذلك تعمدت باش نخلي لكم السرعه باش تشوفوا بشحال تقريبا كان يعني فاش كنشكل كل شكيل، لانكم الا جربتوا جريتوا العجينه فغتجيكم مقطعه وما غيجيكمش الشكل زوين. المهم رانا غنشكل معكم ونوجد معكم جوج شكيلات، راه كاين ممكن انكم تشكلوا بزاف ديال الانواع ديال الشكيلات بهذا الغطاء ديال القنينه. من بعد ما عمرت الصينيه الاولى دخلتها للفرن باش طيب، وندوزو الشكيل الثاني اللي غنديرو على شكل وريضات. كما كتشوفوا كيجيو زوينين بزاف، المنظر ديالهم رائع صراحه، عمليه بزاف. المهم داكشي اللي بقى ليا من العجين تقريبا درت على واحد العدد قليل بزاف، ما كثرش عيب باش نوريكم انه ممكن اننا كما قلت لكم نوجد به بزاف التشكيلات. هنا خديت هاد الفواكه المعسله، كنحاول ندير هكايا كل يعني كل وحيده في الوسط او لاي حاجه، مهم لكم الحق لكم الحريه ديروا اي حاجه بغيتوا. المهم بعد ما طابت الصينيه الاولى البنات كما قلت لكم حتى كياخذوا غير اللون الذهبي، ما نخليهمش يتحمروا بزاف. غنبداو في التزيين، راه ممكن انكم تسهلكوهم غير هكا كيجيو زوينين. انا غنحاول نزينهم، خديت واحد شويه ديال بادي الشوكولاته اللي ذوبته اللي هو نوعيه كالا، غير واحد كميه قليله، وكنحاول نغطس فيها النصف ديال هذوك الاصابع ديال الحلوه، وغنزينهم من الفوق بشويه ديال الكاوكاو اللي مطحون. ممكن انكم تزينوا كذلك بلوز ايفيلي او الكوك او لاي حاجه متوفره عندكم. انا كما قلت لكم دائما كنحاول نزين بحاجه اللي هي متوفره عندي في المنزل. ونستمروا في التزيين ونتلاقاو في الشكل النهائي. هنا من بعد ما طابت لينا الحلوه ديالنا وزيناها، هذا هو الشكل النهائي. هذه غير الصينيه الاولى البنات، ما درتش معكم الصينيه الثانيه لانه ما بقاش ليا الوقت وبان لي انا غتعطل وكنت زربانه شويه. حاولت نصور لكم غير الشكل النهائي ديال هذه، كما كتشوفوا واحد القرمشه خطيره جدا. وبالنبى بلا ما نعاود لكم، نتمنى من كل قلبي انكم تجربوها وما تدخلوش عليا باللايكات، ونخليكم الى فيديو والى فرصه قادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.